هذا السؤال قد يجاوبون عليه أجوبة متنوعة، بس أنا راح أجاوبك الجواب العلمي، بأنه أكو هواي مثلا ناس مثلا ما عدا ألمان باللغة الإنجليزية نهائيا، بس من يشوفون واحد يتحدث إنجليزي يشوفوه كأنما من يتحدث إنجليزي يعوج حلقه. الجواب العلمي لهذا السؤال أو لهذه الملاحظة هو كالتالي، بأنه كل لغة إلى مخارج حروفها، مخارج نطق الحروف مالتها. فمثلا باللغة الإنجليزية مخارج الصحيحة، المخارج الطبيعية لمثلا أغلب الحروف، أصوات الحروف تكون لازم بوضعية معينة للشفتان، وضعية معينة للسان، وضعية معينة للوجنتان. فالمتحدث المتقدم المحترف متحدث اللغة الإنجليزية اللي يتبع الأصوات بصورة صحيحة، أو خلينا نقول متحدثها الأصلي، أكيد هذا دا ينطق الأصوات بصورة صحيحة. فمن ينطق الأصوات بصورة صحيحة أو أقرب للصحيحة، فكل صوت راح يعطي وضعية الفم المناسبة، الشفتان المناسبة، الوجنتان الصحيحة، وهكذا. فتبين عند الشخص العادي اللي مجرد بس يتفرج على الأفلام مثلا بأنه هذا دا يعوج بحلقة أثناء ما يحكي. فلو نقارن هسه باللغة العربية مثلا، عندنا حرف الراء هذا المخرج مالته ما يتطلب عوج حلق نهائيا، ولا يصير فد جهد أو إجهاد على الشفتان. فلما نقول ر ر ر ر ر ر مثلا رافد، رامي، ر ر، لكن لما أقول هذا الصوت نفسه المخرج مالته باللغة الإنجليزية يختلف، يتطلب وضعية شفات مختلفة، وضعية لسان مختلفة، وجنتان مختلفة، راح يصير هيك ر رايت رايت رايت. هذا إذا الآر إجا بدأت الكلمة فيبدأ من ضم الشفتان وبعدين ينفتح. رايت، great، rubbish. شوف ليش صار عوجاج حلق، لأن لازم النطق السليم لهذا الصوت يتطلب من عندي أن أعطيه الوضعية الصحيحة للشفتان وللسان وللوجنتان. عندي مثلا حرف الآ كتاب، شوف وضعية من قلته بالعربي شلون مخرجه بالعربي، آ كتاب، كتاب هذا. بس من أقوله بالإنجليزي مثلا rat، a rat، mat، rat، a. وهذا هو السبب، لأن دا أعطي المخرج الصحيح، وكل مخرج صحيح للصوت يتطلب وضعية أو شكل معين للفم.